بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم، التي من خلالها سرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك. السلام عليكم معالي الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب والوسائل النصية فقط، 0501785536. معالي الشيخ عبد الله، على بركة الله، نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، ويسأل عن تفسير قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية تتحدث عن أحوال يوم القيامة. من أحوال يوم القيامة أن كل نفس تلاقي عملها، تجد ما عملت من خير وما عملت من شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، محضرا يعني أمامها تراه، مثل ما قال الله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال الله تعالى: وعرض الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن خلال يعني اطلاعنا في آيات القرآن الكريم ورؤيتنا الآن لوسائل العلم الحديث، يترجح لي أن الإنسان يرى عمله، بمعنى يرى شريط عمله. أنتم تعرفون الآن اللصوص، الآن إذا سرقوا وجاءت بهم الشرطة وروهم الكاميرات، يشوف الآن من يوم دخل وكيف يسرق ويروح ويجي. هذا مثل يوم القيامة، يعني فيه أفلام عند رب العالمين يوم القيامة، يعيد لك الشريط، مثل ما قال الله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، مثل ما قال الله: يوم ينظر المرء ما قدمت يده، شوف ينظر ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الله في الآية الأخرى أنه إذا نظر ما قدمت يداه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وده إنما يشوف عمله خزي ها. ويقول الله تعالى لقرينه من الشياطين عندما يرى نفسه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أنت اللي وديتني، أنت واللي وصلتني لهذا. ثم قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. هذا تهديد، تهديد من الله تعالى للعباد، للناس: احذروا، ترى كل شيء مضبوط، كل شيء متقن، ترى ما في شيء يعني يغيب ولا يفوت، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مثل ما ذكر الله تعالى في آيات كثيرة: ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضرا، مثل ما قال الله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
ثم قال الله بعد أن حذرهم: والله رؤوف بالعباد. هذه تهدئة لعباد الله المؤمنين، ترى أنا رؤوف بكم، أنا رحيم، مثل ما قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الحسن البصري رحمه الله: من رحمة الله بعباده أنه حذرهم من نفسه، احذروا لا تسقطون، لا يخدعنكم الشيطان، احذروا انتبهوا لأنفسكم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل معلي الشيخ عبد الله إلى سائل آخر يقول: هل يجوز للمحادة أن تلبس الساعة والثياب المشجرة والحلق الطبي حتى لا تنكسر فتحة الأذن وتزور عمتها المريضة وما إلى ذلك؟ المحادة إذا كان عليها ساعة مثل اللي في يد الناس تطبخ وتنفخ بها وتروح وتجي لا تخلعها، وكذلك إذا كان عليها يعني أسورة غوايش أو ختم تلبسها في نهارها في تشتغل بها ما تخلعها. إنما الساعات الثمينة اللي تلبس عند الناس الاحتفالات لا، والحلي الثمين الذي يلبس في الاحتفالات لا، هذه ما تلبس لأنها ما تتزين. المحادة المحادة لا يجوز لها أن تتزين، فأدوات الزينة منهية عنها، لكن الأشياء التي تلبسها لغير الزينة مثل الآن بعض الحريم عندها في إذنها خرق، ولو ما حطت في حلق 4 أشهر و10 يمكن إلا شو اسمه يلتحم ما عاد فيه، تضع فيه من أجل أن يبقى مخروق أن لا يلتحم، هذا يجوز ما في شيء. كذلك لو كانت هذه بتزور أمها أو تزور عمتها أو تزور خواتها أو جاء عند أختها عزيمة عقيقة ولا ملكة ولا شيء من هذا تروح تحضر في ليل أو نهار يجوز، وإنما يجب عليها أن تنام في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي مات أزواجهن في أحد وكنا يجتمعنا تحدثنا، قال تحدثنا فإذا أردتن النوم فلترجع كل واحدة إلى بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه تقول: يا شيخ اتفقت مع عاملة منزلية بالشهر على مبلغ 1700 ريال، ثم عملت عندي لمدة 5 أيام وهربت، وتواصلت معي نهاية الشهر تطلب أجرة العمل لخمسة أيام، رفضت ذلك مع العلم بأني خسرت قيمة الاستقدام وقيمة التوصيل، فما الحكم؟ والله هذه المرأة الخادمة ما أوفت بالبقاء، فلا تستحق، خصوصا يعني إذا كان ما بلغ 5 أيام والمرأة تقول أنا خسرت عليها وخسرت عليها. لكن أيضا نسأل، يمكن الخادمة ما راحت إلا لأنها مظلومة، أي يمكن أنهم شدوا عليها الآن وطلبوا منها أكثر من العمل اللازم، فحينئذ إذا كانت الخادمة مظلومة فيجب عليهم أن يعطوها حقها، لأنها يعني تجلس تشتغل عندهم فوق طاقتها. أما إذا كان الناس مكرمينها ولا يطالبونها إلا بالعقد وهي اللي هربت، فيه ما أوفت بما عاقدت عليه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا سيما وأن السائلة تقول أنها يعني خسرت قيمة الاستقدام وأنها أيضا قيمة التوصيل، وهذه كلها أيضا محسوبة، والمرأة 5 أيام ما سوت حاجة. نعم. أحسن الله إليكم. صرفت زكاتي في سداد دين على رجل معسر وهو لا يعلم لأنه رجل عفيف، فما الحكم؟ المعسر يا إخواني الذي عليه دين هو من الغارمين، والله تعالى جعل الغارمين من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا دفعتها إليه في سداد دينه فقد وقعت موقعها. كونك ما أخبرته، إن كان صاحب الدين أمين وخلاص بيمسحها عنه خلاص سقطت عنه، وإن كان والله صاحب الدين ما هو بأمين يمكن يطالبه بعد يأخذ منك ويطالبه، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من نسي تبييت نية
قضاء الصوم. يا إخواني، الناس يجهلون معنى تبييت النية. يظن بعضهم تبييت النية أنها تصير عنده قبل 12 من الليل. لا، تبييت النية أنها تكون في جزء من الليل، لو قبل الأذان بنص دقيقة، نص دقيقة أو 10 ثواني قبل ويتحسي ويا زوجته مثلا، قال بصوم، صومي معي، قالت خلاص بصوم معك، تعتبر نية قبل الأي، خلاص المؤمنة وقعت في جزء من الليل. صح، وقعت في جزء من الليل، فهذا هو تبييت النية. فإذا أوقع الإنسان نية صيام الفرض قضاء أو أداء في جزء من الليل فإن صومه صحيح. نعم. يسأل يقول: هل ينتفع الميت بالحج والعمرة عنه؟ الفرض والنافلة، الفرض هذا ورد به الدليل اللي حج عن أبيك. وإذا الإنسان مثلا أبوه أو أخوه أو غير ذلك مات ولم يحج فأراد أن ينفعه بأداء هذا الدين عليه، فالحج دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ أرأيت لو كان على أمك دين؟ حينئذ هو دين، فسداده نافع. الحج التطوع والعمرة التطوع الصحيح أيضا أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لكن فيه مسألة أخرى: هل الأنفع للإنسان أنه يدفع الفلوس في الحج عن والده، ولا يضع الفلوس هذه في شيء ينفع؟ شيء ينفع. هذا الآن اللي يقولونه المشايخ الآن، يعني عندنا الآن مشاريع الزواج، أنت الآن تشوف لك واحد حج عن أبوك ب7,000 8,000، لو تدفعها يا أخي لشاب يتزوج نفعت. صحيح، ونفعت عمر طويل. أكيد. أو أنك مثلا دفعتها في وقف من الأوقاف التي يعلن عنها، أو أنك دفعتها في سداد دين عن معسر مسكين، أو أنك استأجرت بها بيت لأسرة فقيرة في القرى والأرياف أو حتى في الرياض تجي لهم نصف سنة ونحو ذلك. يعني عندنا مشاريع كثيرة جدا ممكن أن نصرف فيها الشسمة هذه 7,000 8,000. يعني خذ مثلا مدرس قرآن، مدرس قرآن 7,000 ترى تجي له 7 أشهر تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم. نتوقف أيها الإخوة مع هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مجددا معنا ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. شيخ عبد الله، هذا يقول: رجل يشاهد أباه يظلم أمه، فماذا يفعل؟ والله هذه من المشاكل، من المشاكل الكبيرة جدا والتي يتأذى منها الإنسان. والإنسان يستطيع أن يمنع الظلم عن أمه إذا رأى أنها تظلم، لكن لا يظلم أباه. أما يأخذ أمه ويدخلها في دار ويقفل عليها لأن يروح غضب أبوه، أو يأخذ أمه ويركب وياها في سيارة ويطلعون برا ويخلون بيت الوالد لأن يزول الغضب منه. أي نعم، إذا رأى أن مثلا بيضربها بآلة حادة أو شيء، ما فيه شيء يمانع، يمنع يمسكه حتى. صح. لو مسكه إذا كان يعني يمسكه ويقول له: يا أبوي الله يطول عمرك، الله يخليك لنا يا أبوي، لا تسوي كذا، حرام عليك. أي نعم، لأن هذا أقل ما يفعل، أقل ما يفعل، وهذا يفعل كثير من العلماء عندما كثير من يعني العباد والناس الطيبين يقفون في وجهه ولكنهم لا يؤذونه، لا يؤذونه، بخلاف يعني مر عليه واحد لما رآه أخذه، ولما أخذه صار أبوه عافت شوي والولد أقوى منه. يا أبوي دفح على الباب اللي انطاح، يا طول العمر
خرج الدماء منه وراح بوجد قضية كبيرة، راح الشايب طاجن العجوز والولد طاجن الشايب، وصارت قضيتين في شسمة في الشرطة. فمثل هذا يا أخي، يعني الإنسان يصير حكيم. ويا إخواني، عندنا قضيتين. قضية ضرب المرأة، ترى يا إخواني خصوصا أم عيالك عجوز، وعني عيالها عندها، كيف الآن تضربها بهالسن؟ ثم كيف الآن يعني تجرح مشاعر عيالك؟ يا إخواني ترى هذه أمور ما تجوز شرعا، حتى الضرب ما يجوز، الأمور تعالج بدون الضرب. يعني قضية الضرب اللي كان زمان ينبغي أن الناس يتفقهون الآن ويعرفون أنه يعني لا يلجأ إليه إلا في حالات مثلا ضيقة جدا، ويكون شيء خفيف للتأديب بس. أي نعم، للتأديب الخفيف. الخفيف نعم. أي نعم، لكن الضرب المؤذي والمبرح. أي نعم، اليوم جايني رجال، اليوم هذا جايني رجال مضروبا في وجهه، ضاربته بكعب النعل. المرأة. أي نعم. أي نعم، ويقول شيخ يا شيخ وإني كذا وإني طلقتها وإني، قلت يعني إن شاء الله بعد الطلاق بنشوف لك حل فيه وكذا. وعاد انا جلست، قلت حتى انت يوم ضربتك وش سويت؟ قال وطيت في بطل. لا لا لا، مش حقه. اي نعم، يعني هي ورطه، هي مدت يدها وطى في بطنها. كلها مصائب ما تجوز هذه شرعا ابدا يا اخوان. نعم، الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول: نذرت بان اعمل شيئا مباحا ولم اوفي بالنذر حتى الان، فهل يجوز لي الحج قبل الوفاء بالنذر؟ ما للحج علاقة بالوفاء بالنذر، سواء كان مباحا أو واجبا. العبادة الحج عبادة، وعبادة النذر عبادة، إلا إذا كان الإنسان قال في نذره أن أفعل هذا قبل الحج. إذا قاله يلزم أن يفعل هذا النذر قبل الحج. ثم أيضا ترى النذر المباح حكمه حكم اليمين، ما يلزم. وأنت تعرف الآن النذر المباح أحيانا بعضه سخافة، يعني ما يصلح. يعني واحدة ناذرة أنكم تحطون تنور في مقعد أمكم وإني آكل. يا ساتر. في مقعد أمكم وإني آكل، علي نذر تحطون تنور في مقعد أمكم؟ يعني في حلال أكلي التنور في أي محل. تصومي ثلاثة أيام. أي نعم، ما فيها شيء. أو هذا يمين، أما يحطوا التنور في أي محل ولا الأمر مسؤول. واحدة ناذرت أنها تأخذ ثوب أختها وتروح به في العرس، لأنها تقول لأخت هذه كفيت وكذا وكذا. قالت لها أنا ما عندي برايح تنبه وزين. قالت علي نذر ناخذه وأنا نروح به للعرس. أي نعم يا بنت الحلال. وبعدين جت تسأل، هذا نذر ما هي بعبادة الآن. هذا ما هو بعبادة إلا إن كان قصدها بعد، أنها تقصد أن تعلمها بأن ما فيه إسراف وكذا، قد يكون من هذا الوجه. لكن النذر المباح كفارة يمين. نعم، أحسن الله لكم يا شيخ عبد الله. هذا يسأل يقول: رجل وقع في معصية ويندم أشد الندم ويتوب ويستغفر، لكنه يعود مرة أخرى، فليغفر الله له؟ هذا ورد فيها حديث قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفر وغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا، وهكذا. فالمهم عماد التوبة الندم. إذا ندم في القلب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. إذا ندم الإنسان في قلبه ندما وأقلع عن الذنب واستغفر، فإنه حينئذ لو رجع مرة ثانية يعمل مثل ما عمل في المرة الأولى. ولذلك لاحظ كلمة: إن الله يحب التوابين، مو بالتائبين. التوابين صيغة مبالغة. صحيح. التوابين كلما أذنب استغفر. وترى يا إخواني الذنوب مثل الوسخ في الثوب، كل ما توسخ الثوب أغسله. صحيح. وش تغسله به؟ بالتوبة والاستغفار. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الذنوب. الذنوب قاذورات
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القاذورات من شيء فليستتر بسر الله. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا غامرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه، يعني وسخ شيء. فالذنوب يا إخواني أوساخ، والتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة كلها منظفات، والشيطان يشتغل علينا بالأوساخ ونحن نشتغل عليه بالمنظفات. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أو إلى جوال البرنامج، هذا السائل يقول: لو جلس المصلي في الفريضة على كرسي في التشهد الأخير من غير عذر فما الحكم؟ من غير عذر لا يجوز، لأن ما يعني هذا الذي بيجلس على كرسي يمكن بعد أنه ما سجد، يمكن إذا كان إنه، لكن إذا كان له عذر يجوز الحمد لله، الأمر فيه الساعة. نعم، هذا إذا كان في الفريضة. أما النافلة فيجوز يصلي على كرسي، يجوز يصلي جالس، الأمر فيها ساعة ولو كان من أقوى الناس. نعم. سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول: يجلس مجموعة في المسجد يتحدثون ويناقشون أمور الحياة العامة ويشربون القهوة، وأحيانا يكون في المسجد من يصلي أو يدعو أو يقرأ القرآن، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ إذا كانوا يشوشون على العباد في المسجد فهذا لا يجوز، وإذا كانوا لا يشوشون فينظر في أمرهم، إن كان عملهم دنيا بحتة يبيعون ويشترون فهذا مكروه، لأن المساجد ما بنيت لهذا. وإن كان لا عملهم مثلا جزء من الخير، مثل عمل جمعيات خيرية، عمل كذا، يتشاورون في أعمال الخير فهذا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. هذا بنت تقدم لها شخص معدد ورغبة في دينه وماله وخلقه، ولكن والدها رفض لأنه لا يريدها أن تتزوج معدد، الآن عمرها 30 سنة. يا إخواني، البنت هي صاحبة الشأن، فما دامت اختارت معدد ورغبت في خلقه دينه وماله، لاحظ كلمة قالت وماله، تريد أن تعيش عند غني يحقق لها مطالبها، يروح بها يجيبها، يعني تحسين أنها مثل غيرها. ترى بعض الشباب الآن يعني مسكين، يعني أحوال المادية ضعيفة، فلذلك يا إخواني المرأة مثل ما قال الرسول يعني تنكح لي جمالها ونسبها ومالها ومالها ودينها. فالرجل أيضا ينكح لماله ولنسبه ولعمله، فإذا رغبت المرأة في الرجل لماله وخلقه ودينه، أنا أقول للأب: أنت مخطي يا أخي، أنت يعني إذا منعتها فأنت مخطئ. لكن يجيني بعض الآباء يقول: أنا أعرفها يا رجال، هي غيورة، ما هي بصالح مع الجارات، أنا ودي أنها تصلح، حارة شوي ودي، لكن غيورة جدا، ما هي بصالحة، ولذلك أنا خايف عليها من الطلاق. إذا كان هذه نية الوالد جزاه الله خير، يحاول يقنعها، يجتهد عليها، يجتهد عليها لأنه يخاف عليها من الفشل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: نريد نصيحة للبنات اللاتي لا يساعدنا أمهاتهن بالعشاء ولا يتدربن علي قبل الزواج، مع أن والدتهن تلح في نصحهن ولا يسمعن كلامها. والله هذه من المشاكل، من المشاكل الآن أن البنات في البيوت يأكلن ويرقدن، وبعضهم بس طالع تصلح حلويات بس، ولذلك إذا تزوجت فشلت. يعني من أسباب الفشل يا إخواني، من أسباب الطلاق الآن أن البنت ما تعرف تنفخ ولا تطبخ. والله يا إخواني الرجل يبيها تطبخ ويتركوا لي هيتب لي من المطعم، يعني شغلها بس هيتب لي من المطعم. وأنتوا تعرفون يا إخواني المطعم وجباته غالية، والناس الآن فلوسهم ميب كثيرة، يعني العصير الآن تروح تأخذه من المحل تأخذه 20 ريال تقريبا، بينما هي لو أنها تعرف صلحت عصير الفاكهة لها والزوجها ما يكلفها ريالين. صحيح، ها، لها والزوجها ما يكلف ريالين، وإذا راحت لجسمه تشتري تحصل هي ويا زوجها ب40 ريال ب50 ريال. فيا إخواني ترى هذه مشكلة، هذه مشكلة ينبغي للآباء والأمهات يفطنون لها
ويعلمون البنات ويصبرون علينا ويحذرونا، ترى بنتي بتفشلين، ترى ولا هم يزوم تحذير مباشر. لو مثلا انا جالس انا وياك، انا مثلا وياك انت ابوها وانا اخوها، نجلس نسولف نقول والله عندنا زميل طلق امرته، تدري ليش؟ وانها هي تسمع، لان ما لقاها تعرف تطبخ ولا تعرف تصلح شيء، ويقول انا والله تورطت. خلها تسمع مثل هذه الاشياء، هذا توجيه غير مباشر، توجيه غير مباشر. ولذلك يا اخواني هذه مسؤوليه الوالدين، الوالدين مسؤولات امام الله عن تربيه ابنائهم وبناتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. وأنت يا أخي أحسن الله إليك، وإلى إخوانك القائمين على هذا البرنامج، وإلى إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا، ونسأله تعالى أن يحفظ هذه البلاد بحفظه، وأن يكلأ حكامها بعنايته، وأن يرد شرور أهل الفساد والضلال في نحورهم الذين يريدون لهذا البلد ولغيره من بلدان المسلمين الشر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وعجل لهم من النصر ما وعدتهم، اللهم اجعل كيد أعدائهم تدبيرا لهم، تدبيرا تدميرا عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.